بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نكمل موضوع الدولة التنمية والمقاطعة المسلحة الأردنية في مادة تاريخ الأردن، وراح نشوف اللي هو طبعا الفصل الثاني من الوحدة السادسة. راح أحكي إن شاء الله اليوم عن دور القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي، وكيف تقوم القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي بدورها التنموي وبتشارك في تخطيط المشاريع التنموية اللي بتقوم فيها في البلد، وقديش عدد المجالات هاي اللي بتقوم فيها القوات المسلحة الأردنية. بدنا نشوف مشاركتها كانت على مستوى الأردن وإيش هي المجالات إن شاء الله اللي قامت فيها. أول شيء مجال القوى البشرية، مجال التعليم والثقافة، المجال الصناعي، المجال الصحي، المجال الزراعي والري، مجال الإنقاذ والإخلاء، مجال الخرائط، مجال البناء والتعمير. هاي كل هالمجالات احنا ان شاء الله راح نحكي عنها، راح نفصلها بواحد واحد ان شاء الله، كيف كل دور قامت فيه القوات المسلحه الاردنيه. اول شيء خلينا نشوف دور القوات المسلحه الاردنيه في مجال القوى البشريه. تنفذ القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي سوق العمل بالكفاءات المدربه، بتدرب هذول الناس وبتنزلهم على الميدان حتى يقدروا هذول المجموعات يقوموا بالعمل، وبتستوعب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مختلف تشكيلاتها مئات الآلاف من الأردنيين. ليش بتستوعب هاي الكمية حتى يقوموا بتنفيذ مهامهم في الحرب وفي السلم؟ لأنهم أكثر ناس عليهم مسؤولية بالدولة هم القوات المسلحة الأردنية. كمان تتولى تعليم أي حد بنضم لصفوفها، تتولى هاي القوات تدريبهم وعلى خطط وبرامج عملية بتقوم فيها وبتدير بالها عليها. تمام؟ طيب نيجي لقد دور القوات المسلحة الأردنية في الدور التعليمي، المجال التعليمي والمجال الثقافي له دور كبير بحياتنا. تسهم مديرية التعليم ومدارس الثقافة العسكرية، معهد اللغات، بقدم الكثير من الخدمات التدريبية والتعليمية للمجتمع الأردني. كيف بقدم هاي المجالات او كيف بقدم هاي الخدمه للمجتمع الاردني؟ عن طريق توفير التعليم المجاني في مدارس التعليم والثقافه العسكريه. كثير منا بيعرف في مدارس عسكريه كثير منتشره بالمملكه بيودوا ابنائهم وخصوصا العاملين العسكريين. كمان بتوفر التعليم الجامعي لابناء العاملين والمتقاعدين الشهداء في القوات المسلحه والاجهزه الامنيه. ليش؟ عشان نفسيا مريح انه الشباب اللي بيشتغلوا بالامن او اي حدا بكادر حكومي بيقدر انه اولاده يتعلموا بالمستقبل على حساب الحكومه. كمان المشاركه في اعداد البحوث، احنا بدنا شبابنا يتطوروا، بدنا يتعلموا، فهم بيشاركوا بكثير من المشاريع الصناعيه في الجامعات وخاصه الجامعه الاردنيه والمجلس الاعلى للتكنولوجيا كمشروع طاقه الرياح. معروف كثير طاقه الرياح الموجود في معان، كثير من الجامعات بتشتغل عليه، وهذا المشروع كثير كان بيساعد الاردن في توليد طاقه عن طريق الرياح. طبعا نيجي لدور القوات المسلحه الاردنيه في المجال الصناعي. اكيد القوات المسلحه الاردنيه كان لها دور كبير في المجال الصناعي، قدمت الخدمات الفنيه بصيانه الاجهزه والمعدات في المصانع عن طريق في مشاغل تابعه لقوات الجيش. هاي المشاغل بتشتغل فيها القوات المسلحه وممكن تساعد البلد بالتنميه. كمان انشات العديد من المصانع مثل مصنع الدهان، مصنع الاكسجين، الاثاث وغيره. طبعا انشاء العديد من المصانع، اجت سؤال مزاري هاي انه في بعض دائره بيجي انشاء العديد من المصانع، مثلا في مثال على مصنع الدهانات، مصنع الاكسجين، انت كطالب بدك تحط الدائره على الاجابه الصحيحه. شاركت في المعارض الصناعيه مثل معرض ايدكس ومعرض سوفت، هذول المعارض اجوا كمان سؤال مزاري اللي هو ضع دائره. يعني احنا بدنا نكون دقيقين لانه احنا السنه عندنا ضع دائره كميه كبيره رح تكون عليها زي 120 علامه، فانت كطالب لازم تكون منتبه لهذول الدوائر، وهي تعتبر من بين السطور. طيب نيجي نشوف القوات المسلحه في دعم الرعايه الصحيه. احنا هسه كمان بالاردن بنمر بوضع انه كل العالم بتمر بوضع صحي معين اللي هو موضوع الكورونا، فاكيد انه القوات المسلحه الاردنيه رح تكون دورها كبير في انه بدها تحافظ على المجتمع الاردني في مجال الصحه. وسمعنا عن المستشفيات اللي انعملت عشان الحجر الصحي، فبتسهم القوات المسلحه الاردنيه
بتقديم الرعاية الطبية عند طريق مديرية الخدمات الطبية، بتعالج عدد كبير من سكان المملكة، وخاصة الرعاية اللي بيجونا من برا بأيام الحروب، لما صارت حرب سوريا، لما صارت بمصر، لما صارت بليبيا، جابوا أعداد كبير من الجرحى وكانوا حاطينهم بمدينة الحسين الطبية بمستشفى حمزة، وكانوا يقدمون لهم الرعاية الطبية زي ما بيقدموها لمين؟ لأبنائهم الأردنيين. لأنه إحنا بنرجع نحكي عن موضوع إنه إحنا العرب إخوان. دور مساهمات القوات المسلحة الأردنية مجال الزراعة كمان لها دور كبير. تعمل القوات المسلحة الأردنية عن طريق سلاح الهندسة الملكي، تتعامل مع الوزارات الكثيرة على موضوع الزراعة. هذا كان سؤال وزاري اللي هو: يا جماعة، تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية المائية، اذكر دور القوات المسلحة الأردنية في تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية المائية، إنشاء السدود الترابية في البادية الأردنية، استصلاح الأراضي الزراعية، شق الطرق الزراعية. وبأيام الشتاء لازم القوات المسلحة الأردنية المسؤولة عن هذا الموضوع إنها تراعي في عندنا سدود ممكن لا سمح الله يصير لها شيء، فبتلاقي إن الحكومة بتعلن إنه إحنا اليوم بدنا ننظف هاي السدود، بدنا نعمل مشاريع، بدنا الجدار الاستنادي في المنطقة الفلانية لازم ينشغل عشان إحنا نقدر نتفادى الأخطار اللي راح تواجهنا طول الشتاء. نيجي لدور القوات المسلحة الأردنية في مجال الإنقاذ والإخلاء. شو يعني إنقاذ وإخلاء؟ أكيد بأوقات الشتاء يا جماعة بيكون عندنا كثير من المشاكل بتصير، إنه مثلا المي بتفوت على البيوت، الدفاع المدني شو دورهم؟ إنه يساعد هاي البيوت، بحذروا قبل طبعا ما يعطونا تحذيرات إنه إحنا لازم نقوم بهاي الشغلات قبل وقتها. نحكي عن دور ومهام القوات المسلحة الأردنية في مجال الإنقاذ والإخلاء، ونشوف الدور الإنساني اللي بيقوم فيه طبعا الجيش العربي الأردني في مجال الإنقاذ والإخلاء. بتشارك القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في عملية الإنقاذ والإخلاء عن طريق عدة طرق. تفتح الطرق بذات الإنقاذ والثلوج والإخلاء من الأيات هاي وقت الشتاء. أكيد لما بتسكر الشوارع إنه هاي بتلاقي قوات المسلحة بينزلوا على الشوارع بيفتحوها، مشان برضه احنا عندنا ناس كثير، يعني انه ممكن يكون في عندنا ناس مرضى، ممكن يكون عندنا ناس بحاجه المواد التموينيه، فاحنا لازم نفتح الطرق وخصوصا الطرق الرئيسيه. البحث والتحري والانقاذ عن حالات الغرق، طبعا الا ما يصير عندنا فيضانات، هاي اللي هي العبارات بتفيض ممكن طبعا، فالقوات المسلحه الاردنيه بتكون انه هي بتعمل على تنظيف هاي الاماكن من المي عشان السيارات والناس الماشيه ما يصير لهم مشاكل. دور القوات المسلحه الاردنيه في مجال الخرائط والمساحه الجويه هاي بدناش ننساها، لانه اكبر يمكن نقول قسم الخرائط، لانه احنا بدنا نعرف البلد مساحتها، بدنا نعرف كثير عن اشياء بتخص المركز الجغرافي الملكي، خصوصا خرائط الطقس يا شباب، وخصوصا خرائط كمان البلد بشكل عام، يوم المنخفضات الجويه بتعدي على المناطق الفلانيه بتعديش، عشان احنا كمان الدور اللي احنا بدنا نقوم فيه. انشا المركز الجغرافي الملكي هذا الدور، وكذلك المركز الجغرافي الملكي تابع لنا بهذا الموضوع. طبعا المركز الجغرافي الملكي هو الجهه المسؤوله عن انشاء الخرائط في الدوله، هي عصب الدوله، انت ما بتقدر تتحرك الا تكون تعرف خريطه بتنشاها المركز الجغرافي الملكي. طبعا المركز الجغرافي الملكي هذا سؤال اجى بالوزاره، عرف المركز الجغرافي الملكي. اكثر شيء بقدر اعرفه المركز الجغرافي الملكي هو الجهه المسؤوله عن اصدار الخرائط والمخططات، طبعا كونه بالوزاره تعرفه هيك خلص بضل ثابت تعرفه هيك. دور القوات المسلحه الاردنيه في مجال البناء والتعمير، لو القوات المسلحه الاردنيه ما شاركتنا بهذا المجال كثير منا بيبني بيوت ممكن توقع، كثير منا ممكن يبني عمارات ممكن توقع. طب انا كيف ممكن ساعدوني هذول القوات المسلحه الاردنيه؟ طبعا صار جديد انه لازم اي مبنى ينبني لازم الخرائط تكون جاهزه، البنيه التحتيه تكون جاهزه حتى بيوم من الايام ما توقع هاي العماره، او اذا لا سمح الله اذا صار عندنا زلازل، اذا صار عندي اشياء زي هيك انه هاي البيوت ما توقع. وبتحكي لك شغله، في منطقه فلسطين تمام عندنا عماره، العماره هاي كانت تحتيها مياه جوفيه، بتعرف المناطق اللي ما بيكون فيها تصوير ارضي وتصوير جوي، ما عرفوا اصحاب المنطقه ان العماره تحتيها مياه جوفيه، فاكتشفوا انه بعد ما خلصوا العماره بتنزل
قاعده بتنزل وبالاخير سقطت. فاحنا عندنا الحمد لله رب العالمين هاي الاشياء ما بتوجد، بس انا بحكي لك كمثال انه ليش احنا ليش كثير منا بحتاج اللي هي التصوير الجوي والتصوير الارضي. انت بتعرف طبقات الارض متحركه باستمرار وفي زلازل وفي براكين متحركه باستمرار. فبتسمى القوات المسلحه في انشاء المباني الحكوميه كمان المباني السكنيه. هسه عندك الموظفين لهم سكن، حتى تامن لهم هذا السكن لازم تكون تشرف عليه والدبال عليه كمان. تعطي القروض المسكنيه ومتسمي القوات المسلحه، بتساعدهم على البناء. طبعا هي بتعطيهم قروض هم بيبنوا، او بالعكس ممكن تكون هي بانيه وياخذوا هذول المباني جاهزه. كمان بتقيم السدود، ونحن وين بدنا نروح من المي، كميه المي بتيجي بالشتاء، فاحنا بنستفيد منها لانه نحن بحاجه مي، ممكن للري، ممكن بالمستقبل لاشياء كثير نستخدمها المي، تمام؟ طبعا ان منح القروض الاسكانيه وتسليم القوات المسلحه هي احدى مساهمات الجيش العربي في مجال ايش؟ هي كانت سؤال وزاري للدوله للمعيدين السنه الماضيه في مجال البناء والتعمير، اجت بهاي الشكل. شباب بس احكي لكم شغله، ممكن بامتحان الوزاره يجيب لك منح القروض الاسكان اللي منتسبين القوات المسلحه، تتبع لاي مجال في دور القوات المسلحه؟ انت راح تبكي دور القوات المسلحه في مجال البناء والتعمير. النقطه بتيجي انت بدك تحط العنوان، انت بدك تحط العنوان. طيب هيك بنكون حكينا بشكل عام عن الدور التنموي الكامل للقوات المسلحه الاردنيه. هسا الدور الثاني للقوات المسلحه الاردنيه اللي هو يا جماعه الدور الانساني. الدور الانساني اللي بقوم فيه الجيش العربي، وبدنا نفهم شو يعني دور انساني؟ شو يعني دور انساني؟ نيجي للدور الانساني للثوابت اللي انطلق منها الاردن ومشاركته في قوات حفظ السلام. شباب الدور الانساني اكيد راح يكون مساعده الناس بشكل كبير، راح يكون مساعده الدول العربيه دائما. احنا الاردن من السباقين، قبل مساعده بلدنا بنساعد الناس اللي برا. فالوضع بشكل عام سوريا، مصر، الدول العربية لما صارت فيها الأحداث هاي، كان حتى البوسنة والهرسك، حتى جيبوتي، حتى عندك جنوب أفريقيا، حتى عندك ساحل العاج، هاي الأشياء الأردن كانت من السباقة. وطبعا احنا أخذنا في قوات حفظ السلام كيف ساهمت الأردن بهذا الموضوع. فخلينا نشوف مع بعض أسهم الأردن بقيادة القوات المسلحة في مهام حفظ السلام، تمام؟ طبعا هذا السؤال وزاري، كان وزاري عندك السؤال تاع الكتاب اللي موجود بالكتاب ناقش، شيل كلمه ناقش واصبح الجندي الاردني رسول محبه وسلام يجوب العالم يرفع اسم الاردن عالي، هذا سؤال الكتاب. وشيل كلمه ناقش لانه دائما حكيت لكم اذا بكون له ايجابي بالكتاب معناته بشيل كلمه ناقش، تمام؟ انطلاقا من المكانه الدوليه يتمتع بالاردن، نعم الاردن له دور كبير على المستوى العالمي، عشان هيك ساعد بالدور الانساني. عكس رسالته وايمانه بانه كثير من الدول لها جوار لنا، فاحنا ساعدناهم زي سوريا، زي العراق، زي فلسطين، زي لبنان، هاي من الدول المجاوره لنا واللي كان لها الحق عليهم كمان. السمعه الطيبه للجيش الاردني وخصوصا قوات حفظ السلام، دورهم كان كبير، الدور للقوات المسلحه الاردنيه في انهم كانوا جيش مدرب، كان جيش منتظم، عشان هيك كانت لنا سمعه طيبه على مستوى العالم، انه الجيش الاردني جيش مدرب وجيش منتظم. نيجي الشباب نشوف سؤال فاسر، شو اللي خلى، ايش اللي خلى الامم المتحده تاخذ الدور الانساني للاردن؟ يعني اشمعنى طلع السؤال شو بقول لك؟ ما الدافع لاختيار الامم المتحده؟ القوات المسلحه الاردنيه حتى تبدي دورها الانساني. ليش القوات المسلحه الاردنيه بالذات اختاروها امريكا على مستوى الدور الانساني؟ بسبب السمعه الطيبه. طبعا هاي النقطه احنا جاوبناها قبل بسؤال، بس هي اجى عليها سؤال مزاري لحاله. هاي النقطه بسبب السمعه الطيبه اللي تتمتع بها القوات المسلحه من حيث التدريب والانضباط، يعني مرت معي مرتين، مره بدورها الانساني ومره شو اللي خلى القوات المسلحه الاردنيه او انه امريكا تاخذ القوات المسلحه الاردنيه بهذا الدور، ليش؟ طيب ايش دور او ايش اهم مشاركات القوات المسلحه الاردنيه في قوات حفظ السلام؟ نشوف دورهم، شو عملوا هذول القوات؟ تبعوا علي، اهم مشاركاتهم والمناطق اللي شاركوا فيها بشكل كبير اللي هي هايتي، ساحل العاج، سيراليون، تيمور الشرقيه، البوسنه والهرسك. طبعا انتم جزء منها باسيا، جزء منها بافريقيا، اشتغلت عليها اوروبا، اشتغلت عليها القوات المسلحه الاردنيه. طبعا انت كطالب بهمك ايش؟ اللي هي كمناطق،
انت بهمك هون اجت في ضع دائره، اذكر المناطق التي طبعا المناطق التي من الدول التي لم تشارك فيها الاردن، وذكر هذول شاركت فيهم الاردن، كان من ضمنهم حاطين لنا ايران الاردن ما شاركت فيها، فحاطين لنا هذول الاربع مناطق تمام، وحاطين واحده بينهم ما شاركت فيها هي ايران. فانت كطالب بدك تكون حافظ هذول اكثر مشاركات الاردن على مستوى العالم، وطبعا انت كطالب مجبور او انت مسؤوليتك هاي اللي هي الاجابات المحدده والدقيقه تمام. من الدول التي شارك فيها الجيش العربي مدينة قوات حفظ السلام الدولية هي هاي في ضع دائرة كانت جيدتها اللي هي سيراليون. أغلب المادة إجت في ضع دائرة، أغلب المادة طبعا كلها والدي وزارة، وأنا ما كتبت أغلب بس الوزارة لأنه في بعضها إجى عليه سؤالين وثلاثة وأربعة، نفس الصيغة اللي أنا معطيك إياها تمام؟ طيب استمرار تواجد القوات المسلحة الأردنية في ميدان حفظ السلام، شو ساهمت هالقوات في ميدان حفظ السلام؟ خلينا مع بعض نشوف ايش مساهمات القوات المسلحه الاردنيه والجيش العربي في ميدان حفظ السلام. عززت الصوره المشرفه للجندي الاردني وقدرته على التعامل بصوره حضاريه مع شعوب العالم. احنا كجيش ناس حضاريين نقدر نتعامل مع مختلف المجتمعات، عشان هيك اصبح الجيش العربي الاردني بيرفد الدول الشقيقه او الدول اللي حوالينا بكثير من المدربين والجاهزين. زي حرب غزة، أعطيك مثال، بحرب غزة الجيش الأردني عملوا بعث الخدمات الطبية، كانت عبارة عن كرفانات تساعد الجرحى تساعد الناس. فإحنا يعني هذا بعطيك مثال صغير، وعلى مستوى العالم أكبر منك بيشتغل، بس على مستوى فلسطين كانوا متخصصين، كانوا محترفين في هذا المجال، يعني بعثوهم ناس متخصصين ومحترفين بهذا المجال. طيب ايش الهدف اللي كان بده يحققه الاردن بمشاركه في قوات حفظ السلام؟ ليش يعني بده يحقق هدف كبير؟ ايش هو؟ بيساعد على تخفيف من ويلات الحروب وتقديم المساعده لمن يحتاج اليها. اكيد انت كمواطن بتروح تساعد الناس بالحرب، حالي الناس بتكون بحاجه لاي انسان، فتخيل انت كمواطن عربي كمواطن مسلم بتروح تساعد في مناطق زي هيك، كثير راح يكون ردة فعله او راح تكون نفسيته مريحة على كثير من الناس. بأكد رغبة الأردن في نشر الأمن، الأردن من الناس السباقة للحفاظ على الأمن والسلام، كمان بيعرف الأردن عالميا، بيرتقي الأردن على مستوى السياحة العالمية، نحن الأردنيين من الناس السباقين لحفظ السلام وللسلام بشكل عام. تسهيل المستشفيات العسكرية في المناطق المنكوبة، أعطيك مثل العراق، غزة، أفغانستان، بحرب العراق الأردن كثير ساعدتها، وهي كمان حكيت لك بغزة لليوم الجيش الأردني له كرفانات بيعالج الناس اللي كانوا بحاجة لعلاج مش قادرين يوصلوها، تمام؟ طيب خلينا نشوف يا جماعة أهمية الأمن والاستقرار، بأي دولة بالعالم، بأي دولة بالعالم لازم يكون عندنا أهمية للأمن وللاستقرار. شو أهمية الأمن والاستقرار في الدولة؟ بشكل الأمن والاستقرار أساس وجود المجتمعات وتقدمها، وأهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها، تمام؟ أكيد كثير من الدولة بتحب تكون آمنة، مستقرة، حدودها، شعبها، مبسوطين، مرتاحين. طيب، إيش أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها؟ طبعاً أنت ما تستهين إنه هذا السؤال صغير، بس هذا السؤال إجا مرتين بالوزارة. اذكر اهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها اللي هي تحقيق الامن والاستقرار لمواطنيها. انت كطالب بدك تفهم انه هاي الاجابة الصغيرة راح يكون السنة عليها ثلاث علامات. ليش؟ لان برجع بعيد، انت علامتك انت امتحانك من 200 راح يكون اقل شيء علامتين، اقل شيء، وزي ما حكيت لكم دائما اقل شيء علامتين. طيب كيف كفلت الدولة الاردنية حق الحياة للمواطن الاردني؟ للمواطن الاردني ولرعايه الدوله المقيمين على ارضه، شو قصده هون؟ بدنا ننتبه لهذا السؤال شوي، مش بس للاردنيين نفسهم، لا، والله انا مش مواطنه اردنيه بس عايش ارض الاردن، كيف بدي توفر لي حق الحياه زي المواطن الاردني؟ تمام؟ عن طريق الاجهزه الامنيه اللي اخذت على عاتقها السهر انها توفر لنا حياه كريمه، سواء للمواطن الاردني، سواء للناس اللي جايين عليها من برا، تمام؟ طيب نيجي يا جماعة نشوف الأجهزة الأمنية
اللي موجودة في الأردن. طبعاً هون يا شباب بدي أحكي لكم شغلة، أنا فتت على الدرس الثالث اللي هو الأجهزة الأمنية، وموضوع الدرس الثالث لأنه مترابط بالجيش العربي، فإحنا هون بدنا نحكي عن الأجهزة الأمنية في الأردن اللي هو الدرس الثالث الأجهزة الأمنية. خلينا نشوف إيش هي الأجهزة الأمنية في الأردن: الأمن العام، الدفاع المدني، دائرة المخابرات العامة، قوات الدرك، هاي أشهر الأجهزة الأمنية بالأردن. نبلش نحكي عنهم جهاز جهاز. أول شيء يا شباب اللي هي الأمن العام. بدنا نشوف ارتبط تشكيل جهاز الأمن العام بتأسيس الجيش العربي. في عندي هون بالفقرة هاي ثلاث أفكار. إذا حكالي عرف الأجهزة الأمنية، بقول جهاز الأمن العام اللي هو راح يكون بالتعريفة، أول شيء ارتبط تأسيسه بالجيش العربي. بدي أحكي كان جزء من الجيش العربي وانفصل عنه بال 56، هي فكرة ثانية. والفكرة الثالثة هون اللي هو بال 58 أصبح يتبع لوزارة الداخلية. يعني أنت كتعريف إذا يا شباب بدنا نشوف إن شاء الله ارتبط تشكيل جهاز الأمن العام في الأردن بتأسيس الجيش العربي الأردني. وصار جزء منه حتى انفصل عنه بال 56، وبسنة 58 أصبح يتبع لوزارة الداخلية. هذا كتعريف للأمن العام. لكن لو إجاني سؤال وحكى لي ارتبط تشكيل جهاز الأمن العام في الأردن بمين؟ بقول له بتأسيس الجيش العربي. متى انفصل عنه؟ بال 56. متى أصبح يتبع لوزارة الداخلية؟ 58. هاي كلها أسئلة ممكن تجيني في ضع دائرة. هاي معطيك ياهم: الجهاز الأمني الذي ارتبط بتأسيس الجيش العربي، الأمن العام. الجهاز الأمني الذي أصبح يتابع لوزارة الداخلية 58 هو الأمن العام. يعد جهاز الأمن العام نموذج جهاز الشرطة العالمية. ليش؟ لأنه بدنا نشوف شو أخذ بالحسبان، شو عمل؟ شيل أبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية اللي قام فيها. بس أنا قبل ما أوصل لهذا الموضوع، يعد جهاز الأمن العام نموذج لجهاز الشرطة المجتمعية. ليش؟ ليش لجهاز الشرطة المجتمعية بالذات؟ لأنه أخذ بالحسبان الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية في الدولة. يعني هاي عشان أنت تكون مواطن أردني مبسوط ومرتاح بدولتك، أو سواء أنت يا السائح اللي جاي على الأردن تحس بالأمان. كيف بدي أحس بالأمان؟ إذا هذه القوات قامت برعايتي وقاموا بحمايتي. طبعاً إحنا كبلد دائماً أوضاعنا آمنين، ودائماً اللي بيجونا من برا بيحكوا إنه إحنا كثير بندير بالنا عليهم، لأنه إحنا بنعتبرهم منا، إحنا بنعتبرهم منا مش سياحنا. ايش المهام اللي بقوم بها جهاز الامن العام؟ بحافظ على النظام والامن، حمايه الارواح، كمان بمنع الجرائم. احنا كثير بنشوف الشرطه باستمرار بتكتشف اذا في عندنا جرائم، بتكتشفها بتضلها تتعقبها، تقبض على مرتكبيها، بتقدمهم للعداله. مراكز الاصلاح والتاهيل اللي هم السجناء، مين بيشرف عليهم؟ دائره الامن العام. بتنفذ القوانين والانظمه والاوامر الرسميه، بتعامل السلطات او بتعاون اسف السلطات على تاييد وظائفها وفق احكام القانون. بتراقب النقل عن طريق تنظيمه، عن طريق العمل على انجازه. بس بدي احكي لكم شغله شباب، ممكن يجي لنا سؤال انه الجهاز الامني المسؤول عن مراقبه النقل، ماشي، مين هو جهاز الامن العام؟ هي كنقطه موجوده بالمهام، بس هو ممكن يجيب هاي النقطه ويقول لك مين الجهاز المسؤول عنها. اغلب اجهزه الامن العام اجت بهذه الطريقه، انه بيجيب لك مهام الجهاز ويقول لك لمين بتبع. انت كطالب بدك تكون شاطر وعندك حنكه في دراسه الافكار بموضوع ولمين بتتبع، تمام؟ طيب نيجي نعرف الشرطه المجتمعيه اللي تحدث عنها الامن العام. الشرطه المجتمعيه انشات هاي الشرطه المجتمعيه لان جهاز الامن العام طور فلسفه العمل الشرطي حتى يشمل مجالات كافه، وكانت قائمه على الشراكه بين رجل الشرطه والمجتمع الاردني حتى يحل كثير من المشكلات، يعني انت كمواطن اردني واجبك تشارك الامن في انك تدل على الشيء الخطا، يعني والله انا شايف عندي مجرم او بعرف انه هون في انسان بيعرض سلامه المجتمع للخطر، لازم انا اروح واحكي للامن عنه، ليش؟ لانه انت كمواطن اردني هذا دورك. طيب الادارات والوحدات التابعه لجهاز الامن العام، في الملك عبد الله بعهده، انا بحكي لكم شغله حكيتها قبل مره، الملوك كل واحد بعهده عمل استحداث لموضوع الشرطه.
لكن الملك عبد الله الثاني لقي انه في تطويرات جديده لازم تصير على فئات الشرطه، فكان وحده الجهاز الامني العام استحدث لها الملك عبد الله هاي الاجهزه، اجهزه جديده هاي بس في عهد الملك عبد الله. يعني لو جبت لك سؤال في عهد الملك طلال يختلف عن عهد الملك عبد الله، يختلف عن عهد الملك حسين، انا حكيت الملك عبد الله الثاني اختلف الموضوع. عمل على اداره شرطه البيئه في عهد الملك حسين، كانت شرطه البيئه تتبع لوزاره ثانيه، لكن الملك عبد الله الثاني لقي انه احنا كمجتمع كبير حاجه لوزاره البيئه، فكمان عمل في فرع ثاني لوزاره البيئه. وحده امن وتشجيع الاستثمار، لقى انه احنا اتجاهنا اقتصادي فلازم يكون عندنا وحده للاستثمار لحاله. كمان اذاعه امن اف ام، كيف الناس بدها توصل رسالتها؟ وللمسؤولين كيف بنعرف رساله الناس؟ عن طريق هاي الاذاعه صرنا انه احنا اي شيء بدنا اياه عن طريق اذاعه امن اف ام اللي تابعه للامن العام. كمان اداره شرطه الاحداث، صار عندنا الاطفال اللي عمرهم او الاقل من 18 سنه يكونوا هذول احداث، احنا هذول ممكن ناخذهم اذا لقينا مثلا شباب عمره اقل من 18 سنه وقع بجريمه معينه، احنا بناخذ هذا الطفل، احنا لسه لانه قبل 18 سنه يعتبر طفل، بناخذه على هذا المكان اللي هو عند اداره شرطه الاحداث، وممكن انه نعطيه ارشادات لما حتى هو يتحسن وما يوقع بالجريمه لما يكبر. تمام؟ معطيني سؤال، نفس السؤال اللي حكيناه من فوق، من الادارات والوحدات التي استحدثت في جهاز الامن العام في عهد الملك عبد الله، اداره الشرطه البريه مثلا في بعض دائره، هاي زي ما حكيت لكم شباب انه ممكن تيجي النقطه وحطت عليها دائره، انت بتحط الدائره عليها. هذا كل ما بدنا نحكيه عن الامن العام، بدي منك لما تدرس الامن العام تكون دقيق دقيق جدا بالدراسه، تفهم السؤال مره مرتين ثلاث، تفهم كل نقطه وين بده يجي موقعها، لانه اجهزه الشرطه كلها متشابهه وخصوصا بالامن بالدوله. نيجي لموضوع الدفاع المدني ونشوف يا جماعه ايش هو الدفاع المدني؟ وشو واجبه في الدوله؟ وايش هي مهامه؟ وليش نوجد هذا الجهاز؟ تاسس جهاز الدفاع المدني في 56 وحقق نقل كثير نوعيه في مجال عمله من حيث تاهيل الافراد حتى يقوموا بواجبهم في الدوله. اكيد شخص بيشتغل في الدفاع المدني مش راح يصير حريق ببيت يحمل حاله وهو مش مدرب، اكيد راح يكون مدرب على هذا الموضوع وراح يشتغل عليه. طبعا بيهمني متى انشئ الدفاع المدني؟ بيهمني سنه 56، ال 56 فيها احداث كثيره زي انتم ما بتعرفوا. مجالات عمل جهاز الدفاع المدني اللي حقق فيها نقله نوعيه، يعني قصده نقله نوعيه يعني صرنا نلمسها، صرنا نشوفها على ارض الواقع. تاهيل افراد الجهاز القيام بواجباتهم، نعم انت اليوم بتلمع الدفاع المدني بتلاقيه ثواني بكون عندك. ليش؟ لانه صاروا مدربين، صار بكل مكان افتتاح مراكز جديده، صار بكل تقريبا احياء الاردن موجود فيها جهاز الدفاع المدني، ليش؟ عشان نحافظ على سلامه المواطن. طيب واجبات الدفاع المدني ومهامه، ايش الدفاع المدني يا شباب؟ او ايش المهام اللي بيقوم فيها على مستوى الوطن؟ حمايه الارواح والممتلكات العامه، بوعي المواطنين لاجراء، يعني مثلا طول الشتاء بضلوا يوعونا خوف الحرائق، هي هسه عشان مرض الكورونا كل يوم كل يوم بينزلوا لنا توعيه عشان احنا مجتمع نضل سليم ونضل منيحين على طول، تمام؟ بيوفر وسائل الانذار في الغارات والكوارث لا سمح الله، لو صار عندنا زلزله ارضيه او زلزال انه الدفاع المدني بنبهنا انه ممكن بصير زلزال، ممكن بده يصير اخطار معينه على الدوله، واحنا كباقي الدول اكيد معروف انه ما يصير عندنا زلازل طبعا وبراكين، احنا معرضين كمان انه احنا يصير عندنا براكين. تدريب الفرق التطوعيه على اعمال، اذا احنا دربنا هذول الفرق التطوعيه اللي بتكون اعمالها بسيطه حتى بوقت انه احنا ما نحتاجهم الا نلاقيهم، تمام؟ معطيك كمان سؤال نفس القصه، الجهاز الامني الذي مهمه توفير وسائل الانذار من الغارات والكوارث والدفاع المدني، هاي كلها اسئله مرت وزاره، يعني مطروحه اعضاء دائره اسئله وزاره، الجهاز الامني المسؤول عن توفير شروط السلامه العامه في المباني والدفاع المدني، هاي اجت وزاره فاعطيتك الصيغه تبعتها على اساس انت تكون دقيق وانت بتدرس، عارف انه هاي النقاط ممكن تمر بعض دائره. خلصنا هيك من جهاز الدفاع المدني، نيجي نشوف الدائره اللي بتكون بيعتبروها حساسه في المملكه اللي هي دائره المخابرات العامه، وبدنا نشوف شو دور دائره المخابرات العامه، وايش دائره المخابرات العامه مهامها على مستوى الوطن. دائره تاسست بال 64 يعني بعد الدفاع المدني، هي دائره لها صفه عسكريه
بتسري على ضباطها وافرادها نفس القوانين والنظام اللي بيسري على كل اجهزه الدوله، لكن يمكن دائره المخابرات العامه الها نوع من الخصوصيه والها نوع من وخصوصا اختيار الضباط اللي راح يشتغلوا فيها. في بعض الاجهزه الامنيه بتختار شباب على معايير معينه، لكن هي الدائره حساسه للدوله، فلازم لما نختار ضباطها ومسؤولينها نكون على يعني على رهبة الاستعداد انه هذا قادر على وضع العمل. اذا تعد دائره المخابرات العامه من اكثر الدوائر الاستخباراتيه تميزا واحترافيه على مستوى العالم، وبتحقق تحظى بثقة كبيرة على مستوى العالم كونها موقعها حساس بأي دولة، لكن احنا كثير معروف عن دائرة المخابرات اللي عندنا، بيحكوا لك أقوى دائرة مخابرات تقريبا دائرة المخابرات الأردنية. ليش يا جماعة؟ لأنها بتساهم في مجال التعاون الدولي، إلها دور التصدي للإرهاب والتخريب على مستوى الوطن على مستوى العالم، كمان بتقوم دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها بمهام عمليات استخبارية على سبيل أن الدولة تحافظ على الدولة، تحافظ على سلامتها، على ممتلكاتنا، وانتم كثير بتعرفوا بهذا الوقت ظهرت أفكار داعش كثير، فإحنا الحمد لله رب العالمين نتيجة وجود هذا الجهاز بهاي البلد نوعاً ما ما في عندنا مشاكل في الدولة من هاي النوعية. طيب، إيش أبرز واجبات والمهام الوطنية على مستوى البلد؟ أنا بحكي وطنية على مستوى الوطن بتقوم فيها دائرة المخابرات العامة. تجمع معلومات، بتحللها، بتقدمها لصناع القرار، ولا كيف؟ رئاسة الوزراء رح تعرف عن الدولة إذا دائرة المخابرات ما اشتغلتش هذا الشغل. بتقاوم التخريب الفكري، والتخريب الفكري يا شباب أهم شيء بالدولة الطابع الفكري، ليش؟ لأنه بولد فعل مادي تخريبي بحارب أي محاولات لاختراق المجتمع الأردني، إذا الإنسان بلشت أفكاره تنحرف وبلش يجيب أفكار سيئة فلازم الدولة تحاربه، لأنه هاي أنت قاعد بتفكر هيك بس بكره بتخرب من ناحية بتضر المجتمع أنت. بتقاوم التخريب المادي، نعم مكافحة الإرهاب بصوره، والله أنا أخرب ممتلكات الحكومة، أخرب ممتلكات الناس، ليش؟ على أي أساس؟ على أي أساس أنا بقوم بهذا الموضوع؟ طبعاً هي بتقاوم التخريب المادي وبتكافح الإرهاب بصوره، كيف؟ كيف بتعرف؟ إنها بتتبع الجماعات اللي بتمارس وبتضبط على وصلها وبتحلوا بالقضاء، يعني هاي دائرة المخابرات، إذا عرفت إنه في خلايا أو أفراد بدهم يخربوا بالبلد بتتبع وراهم وبتضل وراهم لما تكتشفهم. بتكافح التجسس سواء على مستوى الوطن أو على مستوى خارج الوطن، فهي هاي الدائرة قوية من هاي الناحية. طيب، حققت دائرة المخابرات العامة منذ ما تأسست لليوم عدة إنجازات. خلينا نشوف مع بعض ايش هي الانجازات اللي حققتها دائره المخابرات العامه. تحمي حمايه امن المملكه. تحبط الكثير من المخططات الارهابيه اللي كانت بتستهدف زعزعه امن الوطن واستقرارنا وبتروع ابنائنا، عشان هيك دائما عليها. واكبت المغيرات والتغيرات والمستجدات الوطنيه والعالميه، يعني مش بس مستوى الوطن، اكيد اللي صار بسوريا رح ياثر علينا، اكيد اللي صار بفلسطين رح ياثر علينا، اكيد اللي صار بالصين باليابان بهي دوله، هذا كله بياثر علينا، احنا مشاركين العالم سواء في من ناحيه طبيه، سواء من ناحيه اقتصاديه، سواء من ناحيه اجتماعيه، بنشارك كل دول العالم. بهمنا على مستوى الدول العربيه كون احنا عرب مسلمين، بهمنا على مستوى الاردن كمان، احنا بنضل ابناء الاردن من ضمن هاي الاطار. طيب، المخابرات العامه يا جماعه كان لها استراتيجياتها واسسها ومعاييرها حتى انها تحقق مهامها. ايش الاستراتيجيات وايش هي هالاسس وهالمعايير اللي كانت تستخدمها دائره المخابرات العامه؟ واكبت المتغيرات والمستجدات الوطنيه والعالميه. تتعامل في سبيل تحقيق مهامها وفق قوانين وتشريعات ناظمه، مش منها بتشتغل، هذا شيء مدروس هي بتشتغل عليه، تمام؟ شيء مدروس بتشتغل عليه. بتلتزم بمعايير حقوق الانسان واحترام كرامه المواطن، يعني انا مش اي انسان بفكر في افكار داعش انا بروح اجيبه وبحبسه وبعمل، لا، انا بدي اتحقق من هذا الانسان، بدي اشوف افكاره، هل هو صح او مش صح؟ اذا انت بتحترم كرامتنا، بتعطي الانسان كرامته، بتقول له شو بدك بالضبط؟ بالضبط شو بدك؟ يعني بتقوم على تنفيذ مهامها ضباط، يعني مش بسهوله قلت لك دائره المخابرات العامه بنجيب ناس نحط فيها، لازم يكونوا مهامها إلهم
طريقة في إحنا اختيار ضباطة، أي كيفية اختيار ضباطة لنقوم على تنفيذ مهامهم ضباط. كيف إحنا بنختار موضوع الضباط؟ فاهمين علي شباب؟ هاي آخر نقطة عليها سؤال، كيف يتم اختيار ضباط الأمن العام؟ طبعاً بالكتاب عندك موجود كيف بتم اختيار ضباط الأمن العام. يختارون بعيادة وفق معايير، أول شيء كفاءة والتأهيل العلمي، ضباط جميعاً لازم يحملوا الدرجة الجامعية الأولى من حد الأدنى، كمان بيخضعوا لدورات عمليات متخصصة لتأهيلهم، براعوا جوانب الحياة الكافة وآلية التعامل والتنفيذ. إذاً لما أنا بختار ضباط الأمن العام، ضباط أسفي المخابرات، لازم يكون عندي كفاءة، لازم يكون لهم دورات، لازم كمان يحملوا درجة جامعية. ثلاث نقاط رئيسية، طبعا هي مش منقطة عندي لكن هي جاية على شكل فقرة، انت بتحطها الكفاءة والتأهيل العلمي واحد، ضباطها جميعا بيحملوا الدرجة الجامعية الأولى، وثلاث يخضعون لدورات وعمليات مخصصة لتأهيلهم بجميع جوانب الحياة. تمام؟ طيب خلينا نشوف كيف المواطن الأردني أو دور المواطن الأردني في إنه بحقق الأمن والاستقرار والتعاون مع المخابرات. طبعاً هذا سؤال الكتاب، سؤال الكتاب، كيف المواطن الأردني بيساعد دائرة المخابرات في التصدي للإرهاب؟ نشوف. تولي المخابرات العامة بإنك كمواطن أردني تشارك في حماية الدولة، تمام؟ في استقرار البلد، وبتعتمد في جانب كبير 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 في عملها على المواطن الأردني. أكيد إحنا في بيننا ناس بيكونوا بيشتغلوا مع دائرة المخابرات، مش الهدف التجسس علينا، لا بالعكس، الهدف إنه إحنا عشان نكون آمنين ومستقرين في بلدنا، فهي بتعتمد كثير على المواطنين العايشين بيننا. هذا سؤال الكتاب وجملتين وزارة الشباب، ها؟ سؤال الكتاب، تمام؟ خلينا نيجي للجهاز الأخير في الدولة واللي هو يا شباب جهاز الدرك أو قوات الدرك. خلينا نشوف، طبعا عندك بالكتاب قوات الدرك مش معرف، مش معرف، لكن في شرح عليه، وانا دائما بحكي اذا اجاني تعريف معين ما يلوش نص بالكتاب باخذ من ايش؟ من شرحه بالكتاب، من الشرح باخذ متى مثلا تاسس هذا الجهاز، ايش المهام اللي بقوم فيها، يعني لازم اعطي افكار عنه، تمام؟ وعاده الوزاره بتبعد عن التعريفات اللي بتكون فيها شكل اشكاليه، عادة بتحاول تجيب التعريفات اللي تكون واضحة وبارزة حتى ما تعقدك كطالب. شكلت قوات الدرك في 2008، في 2008 صارت قوات الدرك. ليش يا جماعة تشكلت؟ حتى تقوم بالواجبات الأمنية والإنسانية، بتوفر البيئة الملائمة للجندة للمواطن الأردني، بتحمي مؤسساتنا، بتحمي الوفود الرسمية اللي بتزورنا، بتحمي منشآتنا الدبلوماسية أو منشآتنا بشكل عام، لأنه إحنا كدولة كبيرة كدولة عظيمة بحاجة لهذا الموضوع، تمام؟ طيب أغلب الشباب التعريف إجا من الواجبات، من واجبات الدرك. ليش؟ لأنه هو ما له تعريف، ولا واحد قال لي عرف لي الدرك وأنا مش عارف، بس بعرف واجباته بحط من ضمن الواجبات على هذا الموضوع. طيب الواجبات الأمنية والإنسانية بقوم فيها قوات الدرك، واجبات قوات الدرك، بتوفر البيئة الملائمة للمواطن الأردني، تحمي المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة، بتحمي الوفود الرسمية اللي بتزورنا، بتوفر المظلة الأمنية للمهرجانات. أكيد إحنا كدولة عريقة بصير عندنا كثير من المهرجانات وكثير، فلازم قوات الدرك تحمينا، ولازم قوات الدرك تكون مسؤولة عنا. حراسة المنشآت، بيجينا ناس زوار مهمين من برا، لازم قوات الدرك تمشي معهم وتساندهم. بتقدم الخدمات للمواطنين اللي محتاجين لها، وكثير يا شباب بدوي لكم شغله، بايام الشتاء بايام الثلج كثير من الناس مثلا قطع بهم السبل، بطلوا قادرين يوصلوا المحلات يشتروا، كانت قوات الدرك عن طريق الطائرات تجيب لهم الاكل، وخصوصا مناطق الجنوب، يعني معروفه مناطق الجنوب بايام الشتاء كثير بتضرروا، فكانوا يجيبوا لهم المواد الغذائيه حتى هم يخرجوا من بيتهم وما يتعرضوا للاذى، اذا هم بيساعدونا والله يحميهم، يعني هم من الاجهزه اللي كثير بتقوم في الدوله بكثير من الاعمال، بيوفروا زي ما حكينا بكثير من، احنا بصير عندنا انتخابات، انتخابات مجلس النواب، انتخابات الدوائر، انتخابات كثير كثير كثير. طبعا لازم يكون قوات الدرك موجوده حتى توفر الامن لهي الانتخابات، حتى تمشي عمليه الاقتراع بصوره حلوه.
معطيك سؤال انه حمايتي الوفود الرسمية ازاي لما تردني احد مهام اي قوات، طبعا قوات الدرك كسؤال على اي اجهزة امنية اخرى. فبتمنى منكم يا شباب انك تدرس المادة بشكل منيح، الله يرضى عليك، انك تنتبه لكل نقطة انا حكيتها وتراجع الكتاب إيه زي ما بدك. طبعا يا اما بتدرس المادة يعني اللي انا مخططته هون، او انه بتاخذ هاي المادة بتخططها على كتابك، وبدي منك شغلة تدرسها بعناية، وان شاء الله اي استفسار انت بدك اياه انا حاضر وموجود، برجع بعيدك ما عندي مشكلة، برجع بساعدك بالنهاية انت تكون كثير مرتاح كثير مبسوط وما يروح عليك ولا شيء، وما تخاف وانا معكم. وان شاء الله هاي الدوسية باذن الله يعني بعد ما نرجع انا رح صورها رح اعطيكم اياها عشان انتم تنزلوها على كتبكم كمان، واي شيء بدكم اياه بتقدروا تحكوا مع المسبات. محياكم الله.